هل صحيح أنه الجهات اليوم تسعى لفرض الكلادق على واجهات المباني لأنه اليوم عزله يكون أفضل وموفر للطاقة؟ لا توجد جهات تلزم أصحاب المباني في تركيب ألواح الكلادينج، بينما من يلجأ إلى تركيب ألواح الكلادينج هم أصحاب المباني بحيث أن تكون سرعة في التركيب وأيضا منخفضات التكلفة. أي أفضل أنت بالنسبة لك كمعماري اليوم، أنه يكون عندي مبنى ملبس بواجهة كلادينج أو بناء خرساني وفي بعض من المواد الأخرى معه؟ من الناحية الفنية صراحة تعتبر الكلادينج سيئة جدا من وجهة النظر المعماري، بسبب أنها لها عدة أسباب. من الجانب الأول أنها غير قابلة لمقاومة الحريق بنسبة كبيرة، كذلك تعتبر ناقل أساسي للحريق، وكذلك عدم توفر درجة كبيرة للعزل الحراري.